اهلا بكم مشاهدينا الى هذه الحلقه من لبنان اليوم. وسط فراغ متعمد بانتظار جلاء المساعي مع القوى الاقليميه والدوليه، وفي ظل انقسام عمودي في البرلمان، يجد الانهيار الاقتصادي طريقه الواسعة للمضي في خناق اللبنانيين من خلال ارتفاع مضطرد للاسعار وغياب المعالجات الرسميه. فحتى الساعة لا شيء بعد يعطي الأمل بقرب خروج البلد من قعر الأزمة مع استمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية. هذه التطورات، الملف الرئاسي، الأوضاع الاقتصادية والعديد من الملفات، نسأل عنها ضيفنا الأكاديمي والخبير الاقتصادي بيير خوري. أهلا وسهلا فيك دكتور بيير. مساء الخير. الموضوع الأساسي اليوم طبعا دكتور بيير الاستحقاق الرئاسي، بنحكي في الجلسة التاسعة، الخميس المقبل الجلسة العاشرة، رح نبقى عم نعد جلسات، ويعني والجلسة قديه حيكون رقمها اللي حيكون فيها انتخاب فعلي لرئيس الجمهورية، قديه الرقم حيكون طالما عم نحكي أرقام وحضرتك خبير اقتصادي؟ صح، بس مش منجم. نعم. شوفي، أكيد هلأ ما في أفق لحل قريب. الرقم وين رايح؟ يعني احنا تعودنا على ارقام طويله قبل، على القليله على فترات زمنيه طويله، بغض النظر عن عدد الجلسات اللي صارت. وما فيك تتصوري انه يعني في اسباب موجوده بنعرفها هلا لتكون المده اقصر. ان شاء الله بتكون اقصر، بس ما عندنا الاسباب اللي بتقول انه المده ممكن تكون اقصر. وضع الدولي شديد التازم، وضع اقليمي ضايع، ما في بوصله لوين ممكن يروح، باستثناء الفجوه اللي فتحوها الخليجيه والعرب ومع الصينيه بهالثلاث ايام. طبعا رح نحكي عنها بشكل مطول. الوضع كثير مسكر بال 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 بالاطار العربي. وضع داخلي، يعني انهيار مؤسسات، انهيار اقتصاد، انخصام عمودي مثل ما سميتيه انت، وهذا اخطر انواع الانخصامات، وهذا هو اللي دائما مهد للمشاهد البشعة اللي شفناها بتاريخنا. نعم. نحن يعني دكتور بيير بتعتقد المعارك هو الخارج، يعني مش انه الداخل؟ نحن عندنا مجموعة افرقاء متناحرين متنازعين، نعم، يقدروا يتوصلوا لحل. شو فكرة العرقلة؟ اقتناص شي فرصة، لا. يعني ننتخب شي مرة رئيس يعني صنع في لبنان. هلا لك شو فكرة العرقلة؟ ونحن لما نقول عم بعرقل هو بالأحرى عم يلتزم بالقواعد العمل السياسي يلي هو ومن يدعمه في الإقليم وفي الخارج ماشيين عليها. هيدي ما فيك تظهري أي طرف من الأطراف من التزام بهالقواعد بدون تسويات أكبر من لبنان. إذا بدك دائما المشكلة يلي نحن منسميها عرقلة هون، العرقلة في أكبر منها، في مجموعة القواعد التي يقوم الأطراف اللبنانيين بالعمل على أساسها بما عندهم من التزامات إقليمية والتزامات دولية. إذا بدك هيك بنفهمها أكثر، ويمكن أكثر بنرحم السياسيين اللبنانيين مع أنه ما بدهم رحمة هني، بس ما في داعي لهيدي الرحمة أبداً. أكثر هلأ أنا لقلك شو بالنسبة إلي شو هي العناصر يلي بتأثر عندك. أول شيء الحاجة لانتخاب الرئيس هي حاجة ماسة، أولاً من أجل اتفاق الطائف. لازم نتفق اليوم. اليوم ما فيك اليوم طائف بعد كل التهشيم اللي تعرض له الطائف نرجع نوصل لمرحلة مثل لحظة اللي سبقت 2016 أو اللي سبقت 2008 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لا، يعني بمناسبتين تأخر فيهم انتخاب الرئيس. نعم. أكيد بعد مرحلة 2005، يعني بعد الأزمات، يعني تقريباً احنا غرقنا بكل هالأزمات بعد هيدا. نعم. بعد نعم. جريمة العصر 2005 يعني. احنا تأخرنا مرتين بانتخاب رئيس الجمهورية، وهلأ فتنا بتالت تأخير. هيدا أول شيء بيزيد الشكوك حول قدرة اتفاق الطائف على أنه يسير البلد، علماً أنه قدرة اتفاق الطائف مرتبطة بطريقة ممارسته، أنا متأكد، مش بالاتفاق بذاته. يمكن اتفاق الطوائف هو أحسن صيغة ممكن يوصلوا لها الطوائف اللبنانية للاستمرار في دولة موحدة. انتبهي على أنه يطبقوا. هلا إذا بدهم يروحوا لمطرح تاني هذا ما خصنا، بس بدك تحكي بعد كل هالتجارب اللي مرقنا فيها. نحن منترحم على نظام 43 لأنه كان أيامه شفنا خير بالبلد.
بس نظام 43 لو قدر يكمل كان ما كمل، ما كان صار اللي صار كمل. طب قبل ما نروح على غير اتفاقات اليوم او على غير مؤتمرات، خليك معي بس انا بدي مش افضل بينا بالاول نطبق هذا اللي عم اقول لك اياه، لنعرف خيره من شره. هذا اللي عم اقول لك اياه، بس اليوم عدم انتخاب الرئيس هو امعان اكثر بعدم تطبيق اتفاق الطائف. هاي اول نقطه. ثاني نقطه، نحن بدنا رئيس كلنا، لانه انت ما فيك تشوفي حالك ببلد ما بيشبه ولا بلد، عرفتي؟ بس اليوم في سؤال، هل انتخاب الرئيس هو جزء من المسيرة الإصلاحية اللي لازم لبنان يفوت فيها، ولا هو استمرار للتوازنات المشلة يلي دمرت البلد ومؤسساته واقتصاده؟ وبالحقيقة هون بغض النظر عن ضرورة انتخاب الرئيس، لازم نحن نوقف قدام حالنا ونقول هل هيدي اللحظة لنحن نشوف انه عنا حاجة ماسة لا تقبل التأجيل، مش بس للانتخاب، للإصلاح. يعني هل نحن قدام لحظة عم نجدد فيها شروط حياة بين انه ما بقى فيك تجدديها، ولا لا انتخاب الرئيس هو لحظة لترجع تقولي هاي المؤسسات ما بقى فيها تنهض بنفس الطريقة، وهذا الاقتصاد ما بقى فيه ينهض بنفس الطريقة، ونحن مضطرين لانه يكون انتخاب الرئيس مناسبة لتغيير بطريقة إدارة الاقتصاد وبطريقة إدارة السياسة. يعني هون كمان بتوقف على شخص الرئيس وين بده يروح، وين على مجموعة التوازنات، شو الإصلاحات اللي بده يبشرها، مجموعة التوازنات يلي بده يجي على أساس الرئيس. أنا بصراحة رغم أنه أنا بفضل أي رئيس على اللا رئيس، بس أنا إعادة إنتاج النخبة بنفس الطريقة السابقة رح تودينا لمهاوير أكبر. وكل اللي عم نشوفه حوالينا هلأ، يعني ما بعد ما أظهر لنا في نية لتنازلات من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي، مش موجودة. يعني اليوم الخطاب السياسي الذهنية، الخطاب السياسي تبع القوى السياسية بعده بنفس المحل. يعني مين الرئيس اللي بيعطي ضمانات لفلان، مين الرئيس بيعطي ضمانات بياخد بعين الاعتبار توازنات الطائفة الفلانية، في حديث رئيسي، مين الرئيس اليوم يلي قادر يفتح ثغرة من أجل الخروج إلى الإصلاح الاقتصادي بدون ما نكون عم ننزلق بسبب هذا الإصلاح إلى فتن داخلية وإلى آخره. إذا بدك هذا هو التعقيد. الإصلاح الاقتصادي ممكن يأخذنا لفتن داخلية، ممكن إذا ضرب مصالح رئيسية بالبلد بياخذك وين ما كان. ما هو هيدا مثل أنت البلد شو فيه، كل الطوائف عشو راكبة، راكبة على مصالح ومجموعات مصالح خاصة. كل الصراع اللي صار هالثلاث سنين ما قدرنا نتقدم لقدام بسبب انه مجموعات المصالح الخاصة المرتبطة بالطوائف كتير قوية، اقوى من الشعب واقوى من ارادة المجتمع الدولي واقوى من الحاجة الوطنية للاصلاح. فبدك رئيس يعرف ما يكسر بنفس الوقت ما يفوت بلعبة المصالح الخاصة. هلأ بالمطروح علينا شيل قائد الجيش على جنب، المصالح الخاصة هي السبب الفساد بهذا البلد، شيل قائد الجيش على جنب، كل المطروح علينا هو من نفس الطينة والعجينة، عرفت شو قصدي؟ بعدنا بدنا نجدد بطرق أخرى نظام ما عاد ممكن تجديده بنفس الطريقة. أنا بحب أحكي على قائد جيش، لأن قائد جيش هو قائد مؤسسة وطنية، لا. هو مش مرشح رسمياً، صحيح. إيه؟ وهو بالأخير إذا إجا فرصة لأنه يكون هو رئيس الجمهورية بندرسها بوقتها وبأي ظروف بدها تجي. ثالثاً عندك تعقيدات المرحلة الانتقالية اللي هي بالمنطقة العربية وبالشرق الأوسط. نحن اليوم بمرحلة انتقالية بهذه المنطقة، يصعب فيها أنك تلاقي تقاطعات لاتفاق ما حول لبنان، وبحاجة لننتظر أكثر. رابعا عندك التوازنات الداخلية، والتوازنات الداخلية يعني يعبر عنها اليوم بقوة الثنائي من ناحية، وبتوازن المسيحي كتير دقيق من ناحية تانية. وهذا الشيء اللي عم نشوفه اليوم. اليوم يعني انت عندك عندك اليوم وضع قائم على التالي، انت بدك تجيبي رئيس يبدو يعطيه الغطاء سمير جعجع، يبدو يعطيه الغطاء جبران باسيل، واحد من اثنين، او بدهم يتفقوا اثنيناتهم على واحد، عرفتي؟ هلأ يبدو لهلأ نحن ما شايفين ولا سيناريو من هالثلاثة قادر يركب قادر يوصل. في كتير عندهم غطاء من عدة أطراف، بس ما شايفين ولا سيناريو من هالثلاثة ممكن يكون حقيقي. هذا يعني بغض النظر الأزمة اللي عم نعيشها، بغض النظر عن ضرورات الضحية. الإصلاح عندك، عندك توازنات مسيحية اليوم إيه بتوديك لمطرح أنه يا بيتفقوا سمير جعجع أو جبران باسيل يجيبوا رئيس،
واحد منهم أو غيره، يا واحد منهم بده يقدر يجيب أكثرية وطنية لانتخاب الرئيس. أنا مش شايفهم يعني الرئيس بحال اتفقوا بحال اتفقوا قادرين نحن نجيب رئيس بالداخل، يعني مزبوط، بس يعني ما في داعي ننطر الاتفاق النووي، ما في داعي ننطر العلاقات السعودية الإيرانية السعودية الأمريكية، يعني ما في مثل ما بيقولوا لنا أنه بدنا ننطر برا شو بدهم، ولا ممكن يصير في عنا رئيس بلبنان من دون تدخل خارجي. قلت لك مبدأ تموضع السياسي بلبنان، لهذا بنسميه عرقلة، هو مبدأ تموضع سياسي قائم على مصالح داخلية وعلى على إذا بدك اندراج بأمكنة إقليمية ودولية. أكيد بدك الهول، أكيد يعني أنت هلأ يعني لتقدري تخلقي توازن يكون في الناخب المسيحي هو سمير جعجع، لتقدري تخلقي توازن يكون الناخب المسيحي هو جبران باسيل، لتقدري تخلقي توازن يكون الناخبين متفقين مع بعضهم، هذا كله له مندرجات برا. بس دكتور بيير يعني كله له مندرجات برا، مش ما في شيء يعني جوا هون، ما في شيء جوا لحاله. خلينا نقول انه تحلحلت برا قدر الامكان وبدهم يمرقوا المشكله اللبنانيه والانتخاب الرئيس. كيف عندك معبر اجباري المسيحي؟ احنا شايفين هلا الناس كل حدا متمترس وراء جبهه وجهه نظره. عندك معبر اجباري اسمه التوازنات المسيحيه، انتبه احنا بطلنا بالمرحله السوريه. بعد 2005 في معبر طب إجباري. طب إذا في تناحر دائم بين هؤلاء الأفرقاء المسيحيين، يعني من رغم مصلحتهم أنه نبقى بلا الرئيس المسيحي المروري؟ مش هن انتبهي، هي توازنات أكبر من المسيحي، بس أنا عم بقلك شو دور هالمطار المسيحي بهالتوازنات اليوم بانتخابات الرئاسة. لو عم تحكي قبل 2005 كنت بقلك موضوع بينحل بمطرح تاني ونحن منعرف وين كان ينحل. تيجي كلمة السر. بعد 2005 صار في توازن مسيحي قوي أكثر هلأ بآخر انتخابات، وكان قوي بانتخابات 2018. نعم. سبت هالتوازن ليش؟ حتى انتخاب الرئيس سليمان ما هو صار بتوافق هالطرفين. خلينا نتذكر انتخاب الرئيس عون هو توافق كبير سمور معراب وقتها. إيه؟ واليوم أنت بدك تروح إلى مطرح، يا واحد منهم بيروح مع فريق بيقدروا يجيبوا رئيس له غطاء مسيحي، يا الثاني بيعمل نفس الشيء، يا اما تكرر تجربه العماد عون رئيس عون بطريقه مختلفه. بدنا نشوف. بس عم كيف بتشوف حضرتك دكتور بير؟ نحن يعني وين انا بشوف شو السيناريو اللي شايفه هلا؟ انا بشوف هلا بالتوازنات الحاليه انتخاب الرئيس هلا اليوم ضروره، ولكن لا يعطي ضمانه لانطلاقه جديده للبلد. اي رئيس بيجي بظروف تسمح بأنه يكون رئيس إصلاحي، مثل ما إجوا التوانسة ومثل ما إجوا السودانية ومثل ما إجوا الجزائرية ومثل ما إجا الرئيس السيسي بمصر، أي رئيس بيجي من هالطينة فينا نقول أنه نحن بلشنا نطلع لبرا. بس إذا الرئيس هو بس من بعد ثورات، إذا الرئيس ونحن عملنا ثورة، شو بكي 2019 شوية؟ هلا ثورتنا كانت شوي مختلفة يمكن عن ثوراتهم نحن، يعني فاتت الطائفية والمذهبية ودخلت أيضاً الأحزاب. هاي مشكلة لبنان يعني أيضا هاي مشكلة يعني لبنان. بس لبنان أنا عم أقول لك، أنا عم أقول لك بالأخير إذا فيني تظهري من الأزمة بدك تظهري برئيس عنده قدرة ياخدك على مطرح إصلاحي. إذا هي رئيس يعكس توازنات سياسية القائمة حاليا، أنت ما عندك أمل إلا بشي واحد، أنه انتخبنا رئيس، خلصت، ما في إصلاح. ما في إصلاح إذا الرئيس فقط يعكس التوازنات السياسية والطائفية. إذا ما قدرنا نوصل لرئيس في تنازلات من الطوائف كلها لأنه ينعطى دور من أجل المسار الإصلاحي للبلد يلي لم يعد من الممكن تأجيله، وهيدا الرئيس اللي بده يفوت بهيدا المسار بحاجة إلى توافقات إقليمية وربما دولية، أنت بوضع كتير سيء عفوا حتى لو انتخبنا رئيس. هذا إذا بدك موضوع الرئاسة لما نطول فيه، لما نطول فيه هيدا هو رئيس، يعني الشيء بده يصير في شيء معجزة يعني يتوافق عليها كل الأفرقاء بالداخل والخارج ليجي هذا الرئيس ليقدر يعمل كوارث. إصلاح ما في معجزات، في كوارث لبنان. نحن شفنا كوارث، ما شفنا. أنا تعالي لفكر أنا وياك، نحن منشوف كوارث ما منشوف معجزات. معجزات ما في، وكل اللي افترضنا انه المعجزات بالاخير طلعوا انه جزء من الكارثه. بس حتى كمان قبل يعني كل اللي حطينا امال عليهم انه بالفعل رح يعمل اصلاح، يعني ما هذا عم لك اياه، وهيدي مسار طويل، هيدا مسار طويل منذ الحرب الاهليه لليوم. كذا مره افترضوا الناس انه هني رايحين على معجزه، بس ما صار. طوائف كلها كان عندها اذا بدك نوع من الاله، نوع من الاله الصغار بدهم يتقاسموا كل شيء، الصفقات اللي بينهم. في يمشي بعد البلد صهب التقاسم،
ما انت جاوبي، ما انت عشت الازمه مثلنا كلنا، البلد ما بقى يمشي بهالطريقه العتيقه، بدنا نروح لطريقه جديده. طب شو هي هالطريقه؟ بدك تحط الطوائف بمطرح ثاني بعيد مجلس عن مجلس الشيوخ، يعني خلينا نطبق اتفاق الطائف. ما بعرف، انا ماني خبير دستوري، بس اكيد تسلط الطوائف على الدوله بده يوقف، ولا ما فيك تقربي لقدام، ما فيك، وبده يوقف بطريقه انك ما تعرضي الاستقرار للابتزاز. يعني شوفي قديش معقد القصه، بدك توقفي بالتوافق، كل شيء مرتبط ببعضه داخل ببعض، بالتوافق مش بالكسر، بالكسر بروح البلد، ما صارت معروفه يعني. طيب دكتور بيير، احنا اليوم بازمه كتير كبيره، بازمه كتير عميقه، اقتصاديه سياسيه اجتماعيه اللي بدك، والافريقاء هن ذاتهم بعضهم موجودين، ونحن هلا الشعب اللبناني هي هون المشكله، الشعب اللبناني هلا عنده هالامل، هالثروه النفطيه مثلا، ترسيم اللي صار، الاتفاق اللي صار، وهالثروه اللي بدها تدر على لبنان بعدين مصاري او مليارات كرمال نطلع من هيدي الازمه، اذا هيدي الطبقه بقيت موجوده ما في خطر كمان على هيدا؟ جاوبتي حالك ست سهر، كرمال هيك، كرمال هيك يعني هيدي بيكون... ضروره اضافيه للاصلاح، انك انت اليوم هيدي اخر ثروه بتتاملي فيها، اخر ثروه بتتاملي نعم. فيها هيدا بقى يعني الامل الوحيد اللي ليش مش لنصرفها لاعاده بناء اقتصادنا وهيكلنا ومؤسساتنا. هاي الثروه هون قيمتها، مش قيمتها نصرفها. هاي الثروه فيك تطلعيها اليوم تدفع ديون، وبعدين ما عملنا شيء. مش اجوا توتال وعرضوا عليهم 25 مليار دولار يعطون هن شو اسمه؟ طب ما قاموا الخبراء قالوا لهم يعني هلا 25 مليار دولار بدي قوموا عليكم حاملي اليورو بوند بشلفكم اياهم. شو بدي اضل لكم؟ ما نحن اليوم عندنا مشكله كمان، انك انت عليك التزامات. هاي الثروه نحن بدنا اياها لشيء ثاني، نحن بدنا اياها لنعيد بناء هياكل اقتصادنا لنقدر ندخل بالعصر الرقمي. اليوم هيدا هو بدك تدخلي بالعصر الرقمي، انت وين بعدك؟ نحن عم نرجع لورا، انت لورق. بعدك بفور جي ما بيقلع، انت كرماله البلد لورا. طيب فاذا انت اليوم عندك ورشه كبيره بتكلف مصاري اكثر ما كلفت ورشه ما بعد الحرب، وانت اليوم ما عندك يعني، وبعد الحرب صار في طريقه من خلال الله يرحمه الرئيس الحريري عملوا هالتمويل بالدين برغم كل يعني التحفظات على هالطريقه بالتمويل، بس لقوا طريقه. اليوم انت حتى الثروه النفطيه ما في ناس واقفين على بابك بس تقبض بتفضلي في حقوقنا قبل ما ومشان هيك كمان انت لا تقدري حتى تحكي مع هول انه نحن عندنا خطه بدنا نقوم فيها ببناء الاقتصاد ومن فوائدنا نحن رح نسكر ديوننا. بدي يكون ناس عندها مصداقيه، مش ناس جربت قبل وشفنا شو طلع منها. ما كل هيدا بدايك، لانه اليوم هيدي لحظه انتخاب رئيس جمهوريه، هي لحظه لنرجع نفكر بدنا نبني الدوله ولا بدنا نضل مطرح سوري الجوره اللي نحن قاعدين فيها. بس كمان انه رئيسي قعدنا بالجوره، مش اي رئيس يعني، رئيسي ما لا يدعو الى الفرح، بيقلنا طيب انتخب رئيس احسن ما نضل بلا رئيس. انتبهي، بس لا يمكن المراهنه على رئيس من نفس طينه اللي نحن عايشين فيه. انا عم اقول لك بدك تروحي لمطرح ثاني، العقل الجمعي السياسي اللبناني بده يروح لمطرح ثاني، وفي تنازلات بدها تتقدم بالرضا. طب هيدك من وين بده يتامن هيدا الرئيس طالما يعني رح يجي رئيس بالنهايه من هالموجودين؟ لكن يعني ما هي لهيك من هيدا الطبقه الموجوده، لهيك نحن بمأزق. شو يعني مأزق؟ يعني ما قدرت لاقي له حلول. نحن بمأزق، انفجر بلحظه انه صار في استحقاق اسمه انتخاب رئيس جمهوريه، بعد كم شهر رح ينفجر استحقاق اسمه انتخاب حاكم مصرف لبنان. انتبهي لانه خلص هيدا السيستم ما بقى قادر يقلع لقدام. وانا طب ليه عم بينحكى بشباط؟ ليه كثير عم بيقولوا بشباط في حل يعني للموضوع الرئيسي؟ انا اكبر منك بالعمر، بلشت حرب الاهليه ب 13 نيسان، كل شهر يعطونا شهرين لقدام، في حل بحزيران، الحل جاي بتشرين، الحل بشباط. هيدي معودين هيدي يعني دائما في دفع للاستحقاق. هلا بشرفك لما اليوم الروس ما قادرين يقروا اكثر من شهرين لقدام، بكثير لي هول المحللين اللي عندنا عم بيقروا من وقت الانتخابات لشباط، ما في يقرا اليوم، اليوم وضع الدول كثير كثير معقد، ما حدا في يقرا شهر ما عم يقدروا يقروا، لانه كثير عم تتغير العالم، صار فيه متغيرات كبيره وعم تتفاعل مع بعضها بشكل انه عم تغير اطر التحليل واطر التوقعات بشكل كثير سريع. بدك تقولي لي نحن لا عندنا مركز دراسات ولا عندنا مصاري بمراكز الدراسات، كل شيء عندنا اشخاص موهوبين عم بجربوا يقدوا قصتهم للعلا، يقولوا شو ممكن يشوفوا للمستقبل. طيب بس بهاللعبة اخطر شيء التواريخ. صحيح، فيك تقولي اتجاهات بس اخطر شيء التواريخ. التواريخ هي مورفين بتعطيه للعالم.
طب دكتور بيير، في مسعى فرنسي، يعني دائما بيكون في مساعي فرنسيه تجاه لبنان، ايمانويل ماكرون يعني زار امريكا، واكيد الملف اللبناني يعني احد ابرز الملفات، انما يعني هيدا منه مسعى ممكن يوصل لنتيجه الامريكان يسلموا الفرنسيين الملف اللبناني وتتحلحل شوي. هن مسلمينه من وقت كارثه انفجار بيروت، يعني بالفعل ويرجعوا بالنسبه لموضوع الرئاسه. كارثه انفجار بيروت صار لها سنتين وشوي، شو عمل المسعى الفرنسي؟ انا بقول لك المسعى الفرنسي وشو بيهم الفرنساوي والامريكان وحتى الروس والصينيين، اذا بدك كل الكبار بالعالم بيهمهم شغله وحده اليوم، ما ينهار لبنان. انتبهي، يعني بيتدخلوا الفرنساوي وبيتدخلوا مع الخليج وبيتدخلوا مع اصدقائهم بلبنان، بيتدخلوا مع الولايات المتحده لهدف واحد. إيه بس نحن هلا مش منهارين، ما نحن بعز الانهيار. لا نحن بعز الانهيار، بس نحن بعد ما شفنا الاشكال اللي بتخوف الغرب من انهيارنا. يعني مثل ما شو؟ ما شفنا بواخر بالبحر بعشرات الالوف رايحه اوروبا، ما واضح شو بدها اوروبا. يعني اوروبا بدها ما نصير نحن بوابه للهجره البحريه. يعني بس هذا اذا مش للهجره البحريه عم بتكون الهجره الجويه، ما كله عم بفل شي. مين عم يبقى؟ ثاني شيء ما بدهم انه اللي عم بيصير بسوريا ينتقل على لبنان، وما بدهم يخلقوا توتر اضافي على حدود دوله اسرائيل. ما هو واضح لبنان. بس اللبناني الشعب اللبناني ما عاد في يحمل، يعني بالنهايه شو؟ منشان هيك عم بقول لك هن بهمهم، هاي بهمهم في كليشيه عريض اسمه ما ينزلوا للفوضى، كل شيء بنعمله فوق الفوضى. وشو بيقولوا لك؟ هن بيقول لك هي مسؤوليتكم تنتخبوا رئيس. لذلك بس مسؤولية المجتمع الدولي، قد تكون حظوظ قائد الجيش هنا، مسؤولية المجتمع الدولي ما تنزل ايه للفوضى. لذلك طالما عم نحكي عن الفوضى وبدهم يبقى في استقرار امني، اذا قائد الجيش مع محبتي الكبيره واحترامي للمؤسسه وللشخص، اذا بقائد الجيش بده يجي بس ليمنع الانزلاق الى الفوضى من شانه هو ومن شان محبتنا له احسن ما يجي. نحن بدنا قائد الجيش او الرئيس اللي بده يجي يكون رئيس اصلاحي، وقائد الجيش عنده فرصه لانه هو بقلوب كل اللبنانيين. نعم، عنده فرصة ليروح لهونيك، تجي الظروف اللي بتأهله ليوصل لهونيك إن شاء الله. بس إنه أكيد بده يصطدم، بس يعني إذا رئيس بس رح يصطدم، بس ينجح لنمنع الانزلاق للفوضى منكون ارتكبنا جريمة بحق العماد جوزيف عون، إذا بس لمنع الانزلاق إلى الفوضى. يعني مفروض بحال صار في عنا رئيس وكان قائد الجيش بده يكون في الخطط الاقتصادية، بداية المعالجة بالضرورة الاقتصادية. مش بالضرورة قائد الجيش، اي رئيس بده يكون اصلاحي. حسب كل مرحله بيقولوا لك بلبنان، حسب كل مرحله. يعني عندنا ازمه اقتصاديه يفضل تيجي شخصيه اقتصاديه، تما يصير في عندنا ازمه امنيه يفضل يجي شخصيه عسكريه. يعني هيك شوفي، يعني هيك معودين بلبنان. حسب كل مرحله شو بتتطلب، اي نوعيه رئيس؟ احنا لنا 24 سنه عم ندخل قوات جيش، ما تنسى 24 نعم. سنه ما قدرنا نجيب قائد مدني للدوله، رئيس جمهوريه مدني، مزبوط؟ حتى وان كان عنده حيثيه يعني وشارك بالانتخابات، رئيس لحود، نعم، رئيس سليمان، رئيس عون، ما كانت تجربه ناجحه. لا، ثلاث قوات جيش. نعم، انتبهي، يعني لا، الارجح انه في شيء لما تتكرر الظاهره بهالطريقه، في شيء بيقول لك بصير انه يمكن السياسيين مش قادرين يديروا حالهم بالمباشر. هلا تجربه رئيس عون مختلفه لانه ظهر من الجيش راعي السياسي، بس نعم. انه ثلاث شخصيات عسكريه، عرفتي؟ العالم العربي كمان عم ينجه لاعاده انتاج الشخصيات العسكريه، ما تنسى. يمكن يكون في سبب بهالمعنى الضيق، يعني هذا ما بيخص كل الصوره، بس بهالمعنى الضيق يمكن يكون في سبب، يمكن ما يعود في مجال لشخصيه مدنيه ليجي كمان عسكري او قائد جيش رئيس جمهوريه. بس انا اللي عم بقول لك ايه، اذا بده يجي ليصير فيه مثل ما صار بغيره، لا حرام حرام، عرفتي؟ نحن عندنا رهان كبير على المؤسسة. طب اليوم من بين المرشحين يعني دكتور بيير كمان، يعني مين بتشوف له حظوظ؟ يعني في هلا في انا ماني ناخب، بس صير ناخب في منهم مرشحين منهم معلنين بس وكل بيعرفوا، انا بس صير ناخب انا برئاسة الجمهورية بقول لك، بس انا ماني ناخب، قولي لي اي نائب بتنتخب بقول لك، بس اي رئيس جمهورية انا شو خصني لشوف؟ ليش النواب عم ينتخبوا؟ عم ينزلوا اغلبهم طيب، ليش بدي اعمل مثل بيضة؟ ليه بدي اعمل مثل ليه يعني ليه؟ انا مش ناخب بهالمعركه، انا زلمه بدنا نوصل لحل. عم بحكيكي كمواطن وعم نحكي سياسي، هلا انا خبير اقتصادي عم بحكي كمواطن، تقولي لي
مين في اسامي، انا ماني ناخب لفكر بالاسامي. طب اليوم على يعني بضوء هذا التباين بين حزب الله والتيار الوطني الحر، يعني في مشكله اليوم بيناتهم، لربما يعني النائب جبران باسيل اخذ منحى اخر عن حزب الله وصار بده يكون في له مرشح يعني يختاروا بالاسم، مش ورقه بيضاء مثل ما شاهدنا بالجلسات اللي قبل. شو السؤال؟ يعني ممكن نوصل هون بظل هذا التباين لانتخاب رئيس؟ ما بعتقد، رئيس على حساب حزب الله ما بيصير، ما حتصير، ورئيس على حساب جبران باسيل ما بيصير الا رئيس يغطيه سمير جعجع. انا عم اقول لك شوف الصوره هيك، على حساب حزب الله على حساب الثنائي ما في رئيس، على حساب جبران باسيل بيصير اذا غطيه سمير جعجع، وعلى حساب سمير جعجع بيصير اذا غطيه جبران باسيل. او بنرجع لصيغه سليمان عون، اثنيناتهم غطوهم اثنين لاجوا، ما في معادلات واضحه لشو بدك بالغبار السياسي اللي حوالينا. في بعد 2005 في حيثيه مسيحيه صراعيه، بس بالمحطات الرئيسيه انت مجبوره تاخذيها بعين الاعتبار. طب كمان بين هالفريقين في شخصيه كمان رئيس تيار مرد سليمان فرنجيه، منه ما اعلن ترشيحه انما كثير مطروح، يعني ما في حظوظ ابدا، يعني مطروح من الثنائي، مدعوم من الثنائي، مطروح من الثنائي، ولا وان ما عنده اعلن دعم من سمير جعجع. نعم عنده دعم من سمير جعجع، عنده دعم من جبران باسيل. عم بقول لك بدك تقري المعادله كلها، هذا الشيء مستحيل، يعني ما بعرف مستحيل، ما بعرف منه. ما بلبنان ما في شيء مستحيل، بس انا ما بسميها معجزه، بس حسب تصاريحهم وكانه ابدا يعني لأنه ما في، ما بعرف والله ما بعرف، بس بدنا نرجع ناخذ قواعد انتخاب رئيس جمهوريه بعد 2005. قواعد انتخاب رئيس جمهوريه بعد 2005 بدها غطاء مسيحي سياسي شعبي قوي. قواعد انتخاب اي سلطه بعد 2005 بدها غطاء من الثنائي، بدك تشوفي شو اللي بيجمع الثنائي. طبعا بعد النكبه اللي اصيب فيها تيار المستقبل، نعم. كان قبل بدنا كان في سيبه ثلاثه او سيبه اربعه اذا بنحسب، نعم. عرفتي، بس هيدي هي بدك تشوفيها هيك. ما فيك تنتخبي اليوم رئيس ضد الثنائي، ما فيك تنتخبي رئيس الا ما يوافق عليه يا التيار الوطني الحر يا القوات اللبنانيه، يا اتفاق القوات اللبنانيه مع التيار الوطني الحر. هالقد هيدا جوا عم نحكي، هذا في الداخل، هيدا جوا نظهر لمندرجات، نظهر للاندراج بالاقليم، نعم. وبالوضع الدولي بنحكي حديث طويل غير هيدا، لانه كمان يعني هناك من يقول شو اللي بيخلي هذا يوافق شوي برا يصير في حل برا، هون الامور بتصير يعني ما تتخيل كيف سهله بشكل مش طبيعي. لانه اذا ما صار حرب برا ورحتي انت لتسويه بطير راسك، ما مفهومه، ما انت لبنان هالقد مكشوف، ما فيك تروحي لتسويه بالوقت اللي معقد بالاقليم ومعقد بالعالم، بطير راسك. ما اللي مات ما شاف غيره كيف مات، ما حدا يعني، رغم انه نحن انتبهي، انا ماني متحمس لاي حدا بالطبقه السياسيه، بس انا كمان بعرف انه هو مش مسطيل، باردون، او ناس بيعرفوا يفكروا، بيعرفوا هناك من يقول بيعرفوا يقروا صور اكثر منا كلنا. الاجنده في الخارج يعني لبنان منه بالوارد عندهم، يعني في كثير عندهم ملفات وحروب معقده لدرجه انه لبنان بطل على الاجنده. مشان هيك قلت لك نحن وقعنا بلحظه كثير صعبه. مزبوط، قد هلأ تكون الاصعب هلأ يعني بتاريخ عندك لبنان. هلا عندك الازمه الاوكرانيه اكيد مسيطره على هم من الروسي للاوروبي للامريكاني، عرفتي، لا الصيني، كله هلا راسه باوكرانيا، راسه باوكرانيا مش عندك، يعني انت ازمه سنويه. لذلك قلت لك الازمه الاوكرانيه، لذلك قلت لك اذا بتكلف بشيء الرئيس ماكرون متكلف بعدم الانزلاق الى الفوضى، مش بقيام المؤسسات وبالاصلاح. اما هداك الشيات كلهم بعيدون من زمان، من قبل ما نوقع بال 2019 خطاب المجتمع الدولي شو الاصلاح والمساعدات والى اخره وضرب الفساد، هذا خطاب نمطي مثل ايام ما كانوا، ايام كانت سوريا بلبنان، كان كل ما طلع مسؤول بالغرب شو يقول لك؟ سيطرت القوات الشرعيه اللبنانيه على كامل الاراضي اللبنانيه، مزبوط، حصريه السلاح بيد الدوله، نعم. وهن متفقين مع سوريا، عم تفهمي شو قصدي؟ هن عاملين الاتفاق مع سوريا ويطلع خبروك حصريه السلاح في يد الدوله والى اخره. نفس الشيء اليوم الكليشيه، شيء كليشيه هو اذا بدك شيء بنحب انه يصير، والواقع بيكون اوقات اصغر بكثير اهدافه. بهالواقع مجتمع الدول اذا مكلف الفرنساويه مكلفهم بهالموضوع عدم الانزلاق الى الفوضى، نعم، والتاريخ بعيد نفسه، نعم. يعني مثل نعم نعم، نعم. رح نكمل بهذا الحوار دكتور بيير، بس اكثر على الاوضاع الاقتصاديه بعد هذا الفاصل، محطه اعلانيه ونتابع.
نتابع حوارنا مع الأكاديمي والخبير الاقتصادي بيير خوري. بيير الخوري، دكتور بيير، رح نحكي بشكل يعني هلأ بالشق الثاني عن القمم التي تحصل في الرياض، زيارة الرئيس الصيني المهمة جدا، والقمم الخليجية العربية وأيضا مع القيادة السعودية. إنما قبل ما نفوت علي الوضع الاقتصادي اللبناني اليوم، الدولار صعودا يعني كرماله طالع طلوع، وضع اقتصادي يعني شو بدي خبرك، يعني حدث ولا حرج. الدولار الجمركي بعد شوي دولار على 15,000، لوين واصلين؟ لوين واصلين ما بنعرف، بس هاي مؤشرات لشو؟ مؤشرات لأنه نحن عم نتخبط بنفس الأزمة. ما قدرت تعميم مصرف لبنان وسياسات ومنصة صيرفة وفرق خسارة 10,000 بالدولار، ما قدرت تهديه للدولار، ما عم يقدروا يهدوه بقى، لأنه لبنان قايم على الاستيراد وعم بتزيد حاجته للاستيراد وعم يظهر منه دولارات أكثر، واللي عم بيفوت بشكل غير شرعي ما بنعرف شو هو، بس هيدا استيراد، ما بنعرف شو حجمه بس هيدا استيراد. كله هيدا عم بهرب هالدولارات، زائد انه الناس عندها مال للاحتفاظ بالدولار في ظل الازمات، هيدا شيء طبيعي، بتروحي على العمله اللي بتعتبر مخزن امن بظل الازمات. ما كل هول حوالينا وكله عم يدفع الناس ما عم تستغني عن الدولار الا لتصرف يومك يوما. ما حدا في معه ليره، ما حدا في بجيبته ليره، وما حدا بيحمل ليره. No. عرفتي؟ لو كان وقت كان مستقر على 30,000 وقت استقر على 40,000 وهي قصة أيام، بس ما حدا بيتشجع هيك. يعني مثل ما قلت بيصرفوا على عناصر، برجع بقول لك بده عناصر اقتصادية غير موجودة، ومنشان نحن ما نضل عم ندور بنفس الطاحونة. هذا كله اللي عم تشوفيه هو انهيار متدرج. بكرة يمكن تشوفي الدولار رجع نزل ل 38,000. كيف؟ ممكن بعد ينزل هيدي النزله، بده يتدخل مصر، بس قادر يتدخل، بيتدخل ليمنعه يطلع على 60، بيقول لك بلقطه بشوف شو بيصير بكره. ما هو هيك عم يعملوا، ما لجموا كذا مره لجموا. طب الاحتياطي يعني ما احتياطي ما معه مصرف لبنان، هيدا مش له، هيدا مش احتياطي، هيدا هو الاحتياطي الودايع، هيدا الاحتياط الاجباري. يعني ما عم بيكون في مس بهذا الاحتياط، ما تبقى من احتياطي. ما عم بجرب هو انه يلم، بس لما عم بلم عم بكبل لك حجم ليره بالسوق مخيف، عم يرجع هيدا يضغط على سعر الصرف، لانه هو ما في ينزل تحت العشرة مليار لا معنويا ولا اذا بدك قانونيا بايدها، ومش له يعني حتى هولي بيعبروا عن حجم الاحتياط الالزامي على الودايع، هو مش له يعني، ومنهم احتياطي حر، حتى منهم خروض من البنوك، منهم كذا، هولي مقابل هالودايع قيمتها اليوم بحدود 10 مليار، قيمة الودايع بحدود 100 مليار لنقول أو 80 مليار ما بعرف. بس إنه هولي اليوم هو شو عم يعمل من خلال شركات الصرافة وإلى آخره، بجيب دولارات بغذي منصة صيرفة. انتبه البرايمي، كل مرة بدك تغذيها عن جديد بدك تطبعي مصاري عن جديد. إذا بدك هيدا الموديل اللي اليوم اللي عايش عليه الليرة، موديل أنا لم من الصرافين دولارات كب لبناني، بروح برجع بكب الدولارات عند الناس على صيرفة، وما أدراكي ما صيرفة. بس هذا عم يخسر مصرف لبنان هون، بيخسر كله. ايش نحن ما خسرنا من 94 لل 2000، ما بعدنا عم نخسر، ما كنا عم نخسر. يعني هلا ما بعدنا عم هيدا بيدلك على اللي عم قلك اياه، ما في مقارب جديده، نحن بعدنا اذا بدك بنفس الجوره، ما هي اللي عم قلك اياه. اذا العقل هيدي الحل، اذا العقل بعده عم يشتغل بنفس الطريقه، صيرفات هيدي التعميم يعني ما يلجا له مصرف لبنان، هيك عم بيكون الحل يعني. لا ما انه الحل، هذا ما زلنا الغرق، بس هي غرق لكسب الوقت. أنا تضيع وقت، ما عندهم شيء، هو إني ما حدا منهم عنده حل، وأي حل بده يركب لمصلحة وجهة نظر أحساب وجهة نظر أخرى بتاخد البلد لمطرح ما بيسوى. أنت بمأزق، ما في مجازفة يعني. أنت بمأزق اليوم، أنت بمأزق، المأزق يعني مشكلة استعصت على العقل لحلها، هذا هو المأزق. عارفة إنه في مشكلة وعارفة إنه في مشكلة كبيرة، وكيف ما برمتيها ما بتنحل معك، انت بمأزق. يعني صندوق انت اليوم بعد كل الحكي اللي انحكى، انتو جبرتوا مصرف لبناني مول، انتو جبرتوا يدين، انتو جبرتوا، بيرجع مصرف لبنان بيلعب نفس اللعبة اليوم، بيرجع بيشتري ب30 بيشتري ب40 ببيع 30، براكم عن ميزانيته خسائر هائلة بسميها الأصول الأخرى، هي خسائر هائلة ما بتنحل، ما بتدوب إلا إذا انهار سعر صرف الليرة، تبطل بين قيمتها. يعني انت تعيد انتاج النموذج المالي اللي وقع لبنان ب 2019 بطرق اخرى، هيدي هي. منلم دولارات مثل ما كانوا يلموا ودايع، هلا بيلموا من الصرافين، كانوا يلموا من البنوك، هلا بيلموا من الصرافين، بس هيدي نفس اللعبه، نفس المنهج بطريقه التفكير بالتعامل مع ازمه الليره ومن وراها ازمه الاقتصاد.
هذا اللي عم جرب. طب الحل هو بالاتفاق مع صندوق النقد برايك؟ الحل هو بالاراده السياسيه للخروج بحل اقتصادي. هلا السياسه تركنا، يمكن يعني تعيز. لا ما فيك، لا ما نبغي. اذا بيجي صندوق، صندوق النقد مش كل محلات نجح، لازم نعرف صندوق النقد دول في محلات كثير شهد فشل ذريع، لانه الاراده السياسيه بالاصلاح مش موجوده، لانه استخدموا بدل ما استخدموا صندوق النقد الدولي ليقطعوا مرحله، وصارت هاي بكثير بلدان اخر الارجنتين، عرفتي؟ ما نجح، ما قدروا يجيبوا الثقه فيهم، لانه انت يمكن توصل لمرحله تقول يعني مش عايز الصندوق، يمكن توصلي له، يمكن توصلي له اذا اعطيتي مصداقيه بسلوكك، بسياساتك، بحريه اقتصادك، يعني بالانفتاح. لبنان بعضه مكمل وبعضه قائم هي باموال المغتربين اللي عم يجوا على لبنان، هالاموال هالدولارات اللي عم تنبعث للاهل يعني هيك مكمل هيك ماشيين؟ لكن اذا واحد حاطينه على غيار الدم بالمستشفى سألك حدا عنه بتقولي له بعده مكمل بعده قائم؟ بتقولي له هذا عم نضطر نغير له دم دائما ليضل طيب تيستمر. ما هي اموال طيب المغتربين شو؟ نعم. اموال المغتربين شو؟ عم نغير دم، انت ما عم بفوت شيء يثبت باقتصادك، لانه قطر اللي بيثبت فيها الاقتصاد وبينما مش موجود. نحن المغتربين كتر خيره، لولاهم كنا تبهدلنا كلنا، بس شو عم يعملوا؟ بكبوا لك دم ويبرم هالدم ويفل، ترجع يفسد جوا، يرجع برومي عن جديد شو؟ بس انه هيدا سوري، هيدا مريض. نعم. مريض نايم مش قايم. امراض مستعصيه. ايه مريض نايم مش قايم. ما, ما فيك تقولي مكمل وقايم، منه مكمل، هيدا مسطح وعم يمشي هالدم فيه هيك. طيب بذل هيدا الشيء يعني الغرق اللي نحن عم نغرقه بلبنان، عم نشوف يعني اشقائنا الدول الخليجيه الدول العربيه وين صاروا، عم تتابع المونديال حضرتك اكيد، مين بتشجع هون؟ بين هليلين يعني مين بتشجع بالمونديال؟ رحنا على مطرح والله تاني بس لحتى نغير شوي كلمتين. جو انا هذا المونديال عانالي نفسيا اكثر من اكيد لانه بدوله عربيه، نعم، بس اكثر لما شفت هالتضامن مع قضيه فلسطين. عن جد هيدا الشيء بيوقف شعر البدن، كيف بين قد ايه في رفض للتطبيع مع بالذات بوجه الصحفيه الصهاينه، كيف حتى الاوروبيه جاوبون اجوبه يعني بنرفع راسنا بالاوروبيه. صح. فيها زائد شعبنا انه شعوب العربيه شوفي مكسوره يمكن، بس قيامها بعدها صح. انا هذا يعني شفت بينت بوضوح الرفض للتطبيع يعني هلا مين من ايد مين من ايد تركيها لاولادنا، بس هو كصوره حلوه يعني بتجنن. يعني نحن عم نعمل هلا مقارنه نحن وين صرنا صورتين ودول عربيه. اول شيء انه صار بدول عربيه، وهلا بدنا نحكي عن القمم اللي عم تصير. اول شيء انه صار بدول عربيه اول دوره تعتمد على التكنولوجيا، في تدخل للتكنولوجيا رهيب فيها. ثانيا صارت كلها على بقعه جغرافيه صغيره، عرفتي؟ وثالثاً هل إذا بدك هالتظاهرة من أجل القضية الفلسطينية اللي هي هاي قضية إلهية، انتبهي ما خاصة بالصراعات بين الناس. نعم. عرفتي أنا هون كتير بيعنولي مين بيربح مش كتير، أنا كنت أنا بس هلأ ما عدت بحب هالشغلة يعني بحبها. نعم. يعني بحب أحضر مثلاً إذا حضرت بنبسط، بس ما عدت بحب كون محزب لشيء حتى بس فرق الفوتبول. بس قدي أعطى يعني إذا بشكل عام قدي أعطى صورة حلوة، عكس صورة حلوة يعني عم قلك إيه عن الدول العربية. إيه أكيد أكيد. وبعد نعم. اليوم اللي عم بيصير كنت عم تسأليني اللي عم بيصير بالسعودية. نعم. القمم زيارة الرئيس الصيني كمان كيف بتشوفها للسعودية؟ بتدعينا نحن لنتأمل وشو انعكاساتها، شو بتشوف، شو بتقول أمريكا يعني هون؟ بدنا نحكي شوي هون يعني ردة الفعل أمريكا ما رح يعجبها. ما رح يعجبها أكيد. ما رح يعجبها، واضح. نعم. من جواب بلينكن امبارح انه هيدي الزيارة بتدل على الطمع الصيني وحبه للسيطرة، اشياء منهم ما بتذكر التعابير بالذات. بس هني بدهم يزوروا ويروحوا ويجوا ويكونوا طماعين. هذا عم قال لك ايه، ما بيهمنا شو بيعجب امريكا. انا بعد المنطقة نقلت، عرفتي؟ زيتا الدول اللي نجت من الاعصار، عرفتي؟ هذا الاعصار ضرب هياكل العربية كلها، عرفتي؟ بس الدول نجت من الآثار بعتقد توازنت ونقلت من نظرة الاستقطاب الدولي، وهذا شيء مهم جدا. يعني اللي بيسمع سمو الأمير محمد بن سلمان كيف بيحكي بالسياسة الدولية، نعم. ما بتخيل حاله بالسعودية صراحة. يعني السياسة الخارجية السعودية اليوم قايمة على وعي كبير لمصالح الخليج ولمصالح المملكة وللمصالح الأعم العربية، اللي أنا بعتقد اليوم في فرصة لأن السعودية تلعب دور قيادي عربي. يعني بعد ما نمرق من هالزلزال بإذن الله، نعم. في فرصة، بس هالفرصة اليوم قايمة على توازن بالنظرة إلى العلاقات الدولية. ما تنسي أنه
يعني السعودية والعرب ودول الخليج كلنا فوتونا نحن بالحرب الباردة وبالاستقطاب حول الحرب الباردة، وضاعت قضية فلسطين بهالاستقطاب، استقطاب السوفيتي الأمريكاني ضاعت فيه بالحرب الباردة، ضاعت يعني رحنا صار واحد بمحور روسيا، واحد بمحور أمريكا، واحد هلأ هاي مرحلة خلصت من 40 سنة، بلشنا مرحلة جديدة. أنا بعتقد هلأ بي على مستوى القيادات العربية بالدول اللي زمطت من الزلزال، برجع بقلك عرفتي، في وعي جديد أنه نحن دول إلنا مصالحنا تسبق مصالح الدول الحليفة، هاي أول شغلة بدك تاخديها بعين الاعتبار. اليوم توجه إلى الصين يعني الدول مصالح، شو ما كانت قوة الحلفاء مش يعني غلط، انتبهي مش غلط نقول الدول مصالح، لأنه الدول كيف بدها تحمي شعوبها إلا إذا كانت حريصة على مصلحة أو مصلحة شعوبها، مصالح طويلة الأجل، تنمية المستدامة، النظرة إلى الخارج بصفته شو بيقدم لك لجوا مش شو بياخد منك. للأسف الدول الخليج تم النظر إلهم طويلاً من العالم الغربي على أساس أنه هيدا مركز منغرف منه ومناخد منه، يبدو هلأ لا نحن رحنا مقابل الأمن بناخد منه مقابل الأمن مقابل الحماية، يلي بيّن أنه شو بدي بآخر كم سنة، بيّن أنه الأمريكان عم يسحبوا منصات الباتريوت وعم يسحبوا من الخليج، وانضربت بعض أهم مخازن النفط بالسعودية، ما تحركوا الأمريكان وإلى آخره، بيّن في آخر كم سنة أنه لا بدهم، صارت عملية ابتزاز. أنا بعتقد اليوم كل الخليج عم يطلع من هيدي لعبة الابتزاز الغربية، مش لأجل استعداء أمريكا، الخليج بحياته ما رح يستعدى أمريكا، لأجل أنه يقول أنا عندي مصالح اللي بعرف أنا كيف وزنها بدون نصايحكم، مصالحي ومصالح بدي أقول لك شغلة، أنت انتبهي أنه الخليج علم نخبة جديدة من القيادات الشابة بأفضل جامعات العالم. صحيح. خليج اليوم ما عاد خليج 1970، خلينا ننتبه خليج كله قيادات حية جديدة متعلمة، تفهم نماذج، بتفهم علاقات دولية، بتفهم علم اجتماع، بتفهم اقتصاد، عندك هالبيئة هيدي الموجودة اليوم بدها تطلع قيادات جديدة، بدها تطلع قيادات جديدة العمرانية. بتفكر بطريقة مختلفة. نعم. هيدا اللي بدك تقوليه. وأنا كمان أبراهن أنه اليوم توسيع إطار العلاقات الدولية للدول النفطية العربية واللي هي قايمة مثل ما قلنا على المصالح الخاصة بالأمة والمصالح الخاصة بالدولة، سيكون له أثر إيجابي جدا، وتذكري كلامي، على الصراع الخليجي الإيراني، لأنه الصينية أمريكا بتستعدين، هي الصين مش مستعدة أمريكا، الصين صديقة لكل العالم، الصين ماضية اتفاقات مع الإيرانية، الصين ماضية قبل اتفاقات مع الخليجيين، مش اليوم تنمضى. صحيح. والصين اليوم عم بتوسع الشراكة مع الخليج، يعني رح ينعكس إيجابي إذا بتقدر تبعا لنظريتها. الصين شو نظريتها؟ نظريتها أنه نحن خلينا نقيم علاقاتنا الدولية مش على الحروب وعلى أكل حقوق بعضنا، على مصالحنا يلي بدها تعيش الكوكب لقدام، لأنه اليوم في خطر على الكوكب، في مصلحة مشتركة للبشرية خلينا نفتش عليها. إذا قوي هيدا العنصر بين كل الدول الإسلامية المتصارعة، صار في تمحور حول أدوار كل دولة إقليمية كبرى بتلعبها، يمكن هيدا يكون سبب أفضل بكتير من اللي عم يعملوا الأمريكان. أنا بعتقد هيك. أكيد هذا الشيء ما حيعجب يعني الغرب ولا أمريكا، لأن ما عم تتدخل بالسياسة، ما عم تتدخل بالسياسة، ما بتقوله ليش أنت ملك وليش أنت جمهورية وليش أنت كذا، ما دخلها، ما خاصة بهالمواضيع، مش موضوعها. ما أمريكا بكل شيء صار بدها تتدخل، جنس الجنين بدها تتدخل فيه، عم تفهم يعني ما صحيح. ما عندها ياهن هول الصين، عندها، أنا عندي مصالح وأنت عندك مصالح، وأنا أهم شيء مستعد أحترم مصالحك للآخر. طيب ليكي الدول اللي عندنا شو بدها أكثر من هيك؟ هذا الشيء ما شفته بالعلاقات الدولية، لما بيجي طرف بيطرح حاله بهالطريقة إيه؟ هذا الشيء بيشجع كل الدول أنها تقرب من بعضها. طب هيدي القمم اللي بدت اللي بالرياض اليوم موجودة، والقادة العرب والخليجيين، الرئيس مئاتي حتى كمان يعني نعم موجود، نعم. رح يكون في إلها نتائج بالطبع، يعني نتائج إيجابية، رح لبنان يتأثر بشي طرطوشي من هيدي النتائج نعم الإيجابية أو عم في ملعب، ما في أي علاقة، في ملعب بده يتفكك بقطر بعتونا 7-4-1 نعم بده يتفكك بالفعل 9-7-4 ما رح يطلع لنا منه،
ما راح يطلع هذا الفكك ليتوزع إيه، بس ما راح يطلع. تخيلي اذا الملعب العميد فكك ما راح يطلع، شو مراهن يطلع لنا؟ ما حيطلع لنا. بدك تكوني جاهزه ست سهر ليطلع لك، مش هيك بيطلع لك؟ مش انه معلش هذا لبنان بدنا نكون حاضرين. اه بدك تكوني حاضر. ليك هي الخطريه، ما بعثوا مستشفيان بكورونا؟ وين اني؟ ما هيك بدك تحكي؟ وين اني؟ شفتي مستشفيات انت؟ وين اني؟ نعم. خلص وقتنا دكتور بيير الخوري الأكاديمي والخبير الاقتصادي، طبعا حيكون في حلقات مقبلة إن شاء الله. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا لتلفزيون لبنان. أهلا وسهلا فيك وإلى اللقاء.